اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم نصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين، اللهم امنا في كردستاننا يا ارحم الراحمين، اللهم امين امين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. بشيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هوارد خد جهين رب, رب العالمين رب العالمين شافت مارون كدل ما خوش كد بسر كفتنا بسلمانا السران سري جهاني يا ربي هوارد خد جهين نتهر كسك بزد ديني رابط يا ربي يا الهي توي شرمزار بكي وشناف ببي يا ربي هر كسك في ديني بكتو هاتنا أبي دينها يا رب تيسر فراسكي الدنيا بريب شتا آخرته اللهم آمين آمين يا رب العالمين خشكو براد عزيز أمد موسمك جل جلك مزندا أمي برف دهك عيد واتشن إن شاء الله تعالى صباحي من بورا سر دهكانا أكر خدي حزبك إجبرهند هند ترزدار

أفاكو أمد بجني دهكة عيدة حاجية أف ها جار جارة أم إنسان أم جالك جارة قلي بصلمانة أم خوش أم جالك جارة بناف خلت يا فتشن أم جالك جارة توبيش بيرتكن جار جارة رب العالمين عز وجل دي محطات أبو مدينة دا أزوت بسكنن قل خب غفرين دا بسكنن دول جل خد تعالى بجين دول وين محطة يبسكن دا قلناه خدين دا خيرا بار بكن جبر رب العالمين هرم مرمبي بي أفيا فيان وحجيكرنا خد تعالى عز وجل بو عبد وي جار جار آدي وصا هندك محطة دين تو دي تو جهشت يا محطة اكي دي اهد في محطة هذا خوانيزيكي مبكا دا ازقلناه تبغفرينم مسلمان درزدار گلکا مهم او رو باش و با شذرت خواه رب العالمین عز و جل هنده گرنگی دایوان ده که بوچ پیغمبری صلی الله علیه و سلم او گرنگی دایوان ده که ته اشبره هنده هرگا وقت دید خود تعالی قرآن دا تشتکی سیند خور بی او تشتک گل ما ماظن و گلکی گرنگه قال بالصلمانة رب العالمين قرانا بيروزدا بسم الله الرحمن الرحيم باش زرد خبك والفجر وليال عشر رب العالمين وقت بسندت خد فجر أم همي الظالم بعثي صحاريه أم همي الظالم بعثي وقت صحاريه أم همي الظالم بعثي نفيجة صحاريه وبي وقتي أو وقتكو ملائكات اين خوري وعمل مدبنو كاكشم الريزا ايكي او نافجيرا ناف جيرا رابياو او وقتك جل جلكي با جرانترين نفيج السرمروف منافق أذيم نفيج صحاري و عيشانة عيشانا و وقت دا كاجا اف منو دمنو بينن وبينن اكمل مزقفت ببينن خير على خير هکم المال بین پیش کس و کارت خواه نویجید کن خیر علا خیر هکر هر ما ببینیم من نویجید کن خیر علا خیر بس اوادی خطره که گل گل که مازنه و رب العالمین دیورا و لیال عشر بحث وان دهکت ده دهکت عید حاجیانن جبر هند خوشکو براد عزیز راست دیورا عذاب هندک قوما راست دیورا رب العالمین ظالم اجبر ناكت والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هي هر <حر> حتى دمائك يعني كانت اياتك جديده بري خديه حتى هندك قوم او اف قومتها برنهي لاكت يجبر شي برجل <باري> اجارا چنكو اوتها بامر يا رب العالمين يذكر الخد تعالى نزفر جاري موضوع ما <مناوا> موضوع ما أوى رب العالمين وقت السين خد دو داني جلين دون وقت نفيجة سبيدي ونفيجة سبيدية هكار وقت خاندنا نفيجة سبيدي دانا و هكار أفده خد تعالى جلك وجلك جلك خار بمعنى ودا أزوتو أفرو كام أفان دستخانكن دست خانك يا هات يا صحة بخاري دا عن ابن عباس رضي الله عنهما خذ تعالى شوي ورا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح مرقدي نين روجك عمل صالح تدا كيرني أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني أبدا مستحيلا نين رواه بخاريه صحاب بخاري دا ابن عباس عبد الله يكون عباس يدقه يزد نين روجك اجفان ده خير خير الترم كرب العالمين هند حاجة بكتل او شاك ات أوان ده روجا أجبر هند خش كبرات عزيز اف ده روجتهم جلا جلاكت من ايكش صالح بي قلت يا رسول الله حتى جهاد الطريق رب العالمين اذا في صلى الله عليه وسلم قلتي ولو جهادا الطريق خود تعالى دا بس افاتينات أبي بنفس اخوان و مال خو قصد جهاد که تو رو که خوش کو مال غزه اویت ایت بنفس خو مال خو او چپ نه مال زبرت و نه زفرت زبرت افتینا اگر وقت دینین عمل که بخیر اش عمل وان ده روجا اش بر خوش عزیز اف ده روجت ها حتى ده روج دمائك رمضان بخير ترن ده که دهك دمائك رمضان بخير اها شفت اظن دهكت هذا ما بحس روجانا يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم فذ بيجت نينا هندك عمل دف تعالى خوش تي تربت اش عمل فان ده رجا وعمل صالح اوي تدكي اش بر خوش عزيز قال اكو مهمه افان ده رجا دست خناك چنكو احتمال دوباره نبته و استو نگهنه روجا کوک أم داخلي أبو هابن هبّن بوش رب العالمين و بوش بيغمبر صلى الله عليه وسلم مبوط يهندى جرينجي دا يواندهكا أم دي دك آجيبين جن إن شاء الله تعالى بل وقت ما تيراماناكت هم همي آجيبين جن هكا رب العالمين واندهكا سيم بخد و هكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم اقرار السر پسند بكت و بكت نين روجكش وان روجا بخير تري تو عمل صالح بكيم قالك جاره ادتا غوتين السيده اري روجيجي برد كافت اريش پیغمبري صلى الله عليه وسلم بحسكري بحشروجيه اري بس از دي بجم ودن بيجم نش عملت صالحه مشروجي اخلاص تر هيا مشروجي بشكل ترى هيا مشروجي بريمات ترى هيا رجتو ادجري سرك انه بين توخذ تعالى دا تو يدجيري تو شي بشي داروك كي تير بخوي وبيجي خلقك وك جالك جالك المزرعه ام بتحسن معلومات ومعلومات ابو متين يدخنوا فاتخنوا اللي عالمك ام افصل بي وجل واسطانوش عالمك في ترج العيدات جارهن ويعني باعتبار ابا كيفك ابو في تشي بهاش كو كاس هندي في عبادات نكري اجبر هند ما عملش يعني اش روجيه بوش روجيه ركنك اوی امان رو جا ها گلجا پیغمبریت گرتین صلاف سربن گله جا گرتین و هر یا به عرفه همی دمایه هات که اش بر خوش کو براید عزیز مادم گوت عمل صالح عمل صالح رو جیت کفتت بن وعی اش عمل صالحه و بلکیش باشترین عمل صالح چون چونکو اوج رکنک رب العالمینی یه بو مکر یا رکنک دینایی اش اش بو چیگ ما گوت هنده گرنگی هات یادانه خود تعالی او پیغمبری صلی الله علیه و سلم اهاش بروی یا ای چون کو رکن هر گرنگ یه حج اتکافت وانده وان حجاجت ما افروکی چوین حجاجت ما افروکی الویر عفوان حجاجت ما دب ایک دنگی گازی کن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كنت هندة قيدت خشن. شنط أخفتنا كخشا. تهوصا غازي بكي لبكي. أما جابت يا ربي وأمل ديف غازية تهاتن. أمي برفتتن وأمي قصتتكن. بر هند هندة يا جرينجا. هند رب العالمين يا سين خوري. في غمباري يقول إسلام السربن يعني باشترين روجن الدفخذ تعالى وعمل صالح صالحة انتظابكن جبر الهند ما يقول نقطة أو ركن هندي ما حجة أو بصل بسلمانش أهمي أطراف الدنيا أو أهمي أزمان وهمي لغة قصدت كني أو أهمي دولة بن أو أهمي بيجبات إين وبأي لباسه هميد اين وهميت سرقولاً سرقولن اين و دقات لباس يلبروانا رب العالمين يدكن يخوشكين برمبري خد تعالى ازو تجي الفيري وفاء بوركنها، وفاء بوفان حجيتها وفاء بوان مولد خو كسو خو تجارتا خو تجارتا كاروحية تجارت کا مالی ہے تجارت کا جسدی ہے یا لگل خود برف مالا پیروز بچوین بس دی بیش میں مزگین یا هر لی حجاج قول محاضره کشو ہے گل محاضر مبتو دنگی مبت امانت ہینو خودی بخت وو یہ خودی عرفی دعاش بیر بلا بس بت ظالم قدد بچیکاش عرضا بیدن خواری بلا بس بت ظالم بينو هند بأمر يا خدي تعالى بلا بس بت هند نامي سلمان بردست بلا بس بت مسجد الأقصى بركات بندستي وابنالته بلا بس بت جلق دعا بكن جسأك مزن اش دعاء تخوا بكن يا رب يا رب تهم بشكيني يا رب تهم مزور بشكيني يا رب تهم مجرم ببي غازي خدي تعالى بكن اش برهند جرينجيا بيداني لأن أفرقن هن دماظن أدى كفت دوان دهكت هدا يادى عمر بن خطاب خدى تعالى شى رازي بتى يجي يجهى اتدى اكر آياتك القرآنة قرآن يا تى خوارى اكر افى بومها تى بخوارى ام داوى روشى كنى عيد قلت او يا جهى قلت اف آياتا وقت رب العالمين دى اليوم اكملت لكم دينكم تا كده باش دى إن شاء الله تعالى عمر بن الخطاب يقول مزاني أبا كيشبي مزاني في آيات كنجي هات يا خاري أف آيات الحجة الوداع الروج عرفة السري جاك عرفة وبيغمبري خدبات خاندن خوندن دي عيدة قرباني بي أها أف آيات ويرجدة هات يا خاري اشبر هندي برايت عزيز ها أفايا روجة عرفة ادكفت دفان اش هندي هندي يا بقدر قمته. قدر قمته وي سيدات قدر قمة روج عرفي هاي. احتمال تبكيها بصيار، روج عرفي اوى في غنبر عليه الصلاة والسلام أدبشتة أكرت روج عرفي بروجيبي وي خبدا في غنبري صلى الله عليه وسلم هكا روج عرفت بروجيبي قلناه تايت صاله شوي قلنا هتيت صلاة بين رب العالمين دي غفرنته تظاني أم همي كارن تظاني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون تتظاني همي بني آدم خلت یاد که تو گناه تو ولو هکر قلناها ها که بچاوی بتا هكر بغیبتا كي بتا هکر پچا که عالمي بتا ام همي قلناها تكن أريت الروجة كيف بطريقة رب العالمين إذا عز وجل تروجة عرفيدا قل نهي تي دو الصلاة بغفر انت تشدش خود تعالى دفيت أجبر هندي هندي يب قدر قيمة أجبر هندي تعالى يبي أجبر بحث عمله واندهكاي كري عليه الصلاة والسلام چنكو عرفيد عرفي كفتتي دا يا لفلافة روجة لفانة روجة, روجة خوشماندنية روژا اک دست بلن کرنیه روژا کتنا سرچوکانه روژا رکوع و سجودانه روژا هنده یتو وقت خوهمی ترخان بکی دعاش خود تعالا بکی خود تعالی بکی بلکیم گلک جارا همی درگه همیت قطاین درگه المنهات یا فکرن مگل درگه هت قطاین درگه هل در نافچاوید مهات دانه مگل درگه هت در قطاین درگه بو مفن نبینه دیجار درگه خود تعالی از ده کادا با قطه دیجار در روش عرفه در گازی که یا رب یا ربی الهی کاتا چه احتاجی هنه که سلمان چند نخوشی ها دانن کاتا شخص چه ایشو جانو هنه کاچند چند که چه ماینت مالا دا که چند به هفجین که چند عالم مای کردار کاچند چند ظلم العالم تتکرنه که عالم به موچه و که براید میت بشمرگه او و هنده روشه پاره نه هاتیه دا بجنیه ربی که کی سببه یا ربی که کیه بیت انت سریم؟ یا ربی که کیت به سبب خورن مال ما؟ یا ربی کیه سبب هدر دان مال یا ربی هکر اثرت هدایت هبن بری و بده یا ربی هکر نه زیترین دم ایلاهیت بلوانش موکی هوار خود تعالى بلا هاسكي ولا أزبما بلا تبي بلا كيبتا غازي خود تعالى بكن عز وجل بس بس في درجه مال خاجرتي همي درجه قطن بس امن درجه رب العالمين فناشن جبر هندي اف درجه اف محطه اف دهك هندي بقيمه شنكو روجا عرفياتي دا يا خشكو براد عزيز بوش هندي بقيمته اف دهكتها چونکو دین ما تیدا کامل بی چونکو رب العالمین دین می کامل کری چونکو رب العالمین نعمت سرما کامل کرین چونکو خود تعالی یه رازی اسلامتی دین ماه. همیب کش آیاته؟ آیات برین همه گوتی او عمری خود تعالی یه رازی بد جا با یه جهید فلان روش بی حجت الوداع بی في غنبر بي صلى الله عليه وسلم سرتياك عرفيه حاضر بي صد كلهن ده زار صحابة يدخل و صلى الله عليه وسلم يجازد كت أيها المسلمون أيها المؤمنون پیغمبر صلى الله عليه وسلم ينصحت الأمة كت ينصحت الإجبنة أمّة كت ينصحت اللي كت يا نصيحتها الأمانة تينو جنك يا نصيحتها الأمانة تينو مالك قد نخن يا نصيحتها قد تينو غيرتها قدو يا نصيحتها كتو بل كه النصال كادي في دمي ملفي وختي نبينا أبو بكر بحضرجavad جريت تخير يا أبو بكر خلاص ما دم الدين تمام بي مهمات تبع تمام بي عليه الصلاة والسلام معنا پیغمبر في جيهان باركت دين ما كامل بيا أبا بكر نعمة السر ما كامل بين بل خلاص مهمات پیغمبر كامل بيه عليه الصلاة والسلام في آيات بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم يا أموشقاريات كتو يا نصيحتات كذا روج عرفية أبو سلمان أب هزار الدور بيغنبري صلى الله عليه وسلم خوزيكت وجل صحابة بو بوفان نصيحات قاسم قاسمي عليه الصلاة والسلام وفى هاري نصيحات الوانات كتو شانت أموشقاريات برستا قدريش الوانات كذا جبر هندي يا بقدرو قمة شنكو أفروج هندي يا جرينك شنكو دین ما دا کامل بی دین ما کامل بی خوش کو برای عزیز ام تحدایت کن ام تحدایت کن یه الحديد کر از مرنا دست خود تعالى دا جيانا دست خود تعالى دا بزورنا خود تعالى برین هد قوتي خودی الحادت كت. بس افروکی هاو جای خودی

دین سیاستی دین سلوکیه، دین دعوی دین جهادی دین حکمیه، دین ریوبرنی ها دین پرلمانی دا بیتر کارینان دین وزارت بکار بینن دین اخلاقیات تفولکی دین همی داهره پیرا پیرو پروگرام دیو بچن جبر خوش خشکو برای عزیز ها آوا او دینایی بوده هات یا کامل کردنی نه دین هات یا بوده ات قلاش که جامعه و بس تو هندک سنت را بکی بس تو هندک کریار را بکی بستو بس تو به همان د جان و تو پشت آخاب دی همی مسائل دی دینی دی والله الله العظیم دین به الا اسلام بد حکمی بکدش الیف حتایه الا اسلام بد قانون اسلام بین تطبیق کردنی الا اسلام بیت و کهیه دیار کد ای باشه هندهان سالا پشتی خلاف و اسلامی تا چه خوشی هر دیرو که بخوینه که چه هاتیه عالمه که او احسانات اسلام دا یا بخوا بری پت عملن از تو افرو که ما بیرو به هر یازدار رکنای تاین بله چکو احسان الدفمنینه ما پشت خواه دا یا اسلام خواه هزار جارا مخابنی اف الديني ما كامل بي، إجبر هنده هندا اف ده كيب قمة، دا أز تجي اد كمالا اف ديني دا، هندا روجيا افريكن هدا في رب العالمين، دا هندا خير وخيرات افريكن، دا ام بزان انقليب الصلمانا، ات افان ده كاجي دا, دا. باشو باش وباش بزان خلقك محتاج الشرينا هيايا، خلقك محتاج اللباسيا، شاذ خلقك يلدست تويت مرضى، خلقك يل و دست خو جارك ادي دريش جارك دست خو كنفو، دا رب العالمين البردستي وزيدك شنكو چونكو وقت بحث نعمت نعمت السر ما تمام بين نعمت لسر هندك نعمت مال تمام بي مالي در بخو بدا فقير و او فقير وجارجي مستفيد ببن افريكا فان ده روجا دا. ها عملت خیر وان هم میا بگیرش روجیه بگیرش خواندن قرآن بگیرش دانا صدقه بگیرش قنجی و باشی و گهاندن دعوه و خیر و خیرات و دعا و تا که او همی عملت خیر ند و دهکادا اجدست کن هوارد خود گهین رب العالمینی رب العالمین مش دهکار در نه خد الا ختمک رازیبین البرناوه مهمی آبدت اللهم آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمه الله وبركاته